بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف 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 كيف ما العاده. المهم راني خارجه كندور، رجعنا لحياتنا اليوميه الحمد لله. رجعت للدور انا عاوتاني، والتسوق في المحلات راكم عارفين انا كنموت على داكشي ديال المحلات، ندور ونشري وهذا. وقلت علاش لا نخرجكم معايا حتى نتوما تفوجوا. كاينين بزاف الناس اللي عندهم دابا الحجر الصحي اللي في المغرب، اشنو غدير؟ الصبر وصافي، ان شاء الله يفوت هادشي ورجع كلشي كيف ما كان. المهم راه الماسكارينا ديالنا راه ضروري كنديرها، غير دابا منزلاها. راه في الصراحه هي راه كتخنق الا درتيها مده طويله، وراني خارجه انا وصاحبتي اللي ديما ما كتشوفوهاش معايا. الناس ديال الانستغرام هو اللي كيشوفوها معايا في التصاور، اللي ديما كتشوفوني حاطه جوج طباسل، جوج هادو كنقول لكم راه معايا صاحبتي ولا شي حاجه، راه كاينه معايا صاحبتي اللي كنقول لكم ديما، كنقول لكم غتبان معايا. هذه ساره صاحبتي اللي في اي وقت كتشوفوني موجدة شي حاجه كنقول لكم راه معايا صاحبتي، ولا خارجه، ولا كناكل شي بلاصه انا وشي واحد، ولا هذا راه كنكون انا وساره البنات. ولا فاش كتقول لي شكون اللي معاك في الطوموبيل، مع من غاده، مع من جايه، هذه هي صاحبتي اللي كنخرج انا ويا ديما، ما كنتفارقوش، كتكون معايا في الدار كنكون معاها في الدار. اشنو اخرى بغيت نقول لكم؟ خايفه لا ننسى لكم شي حاجه. المهم هي راه ميكاب ارتست البنات، دخلوا هجموا عليها في الانستغرام، غنخلي لكم لتحت غنخلي لكم الانستغرام ديالها، وما تحشمونيش دخلوا عندها، راه كدير ميكاب خطير، وان شاء الله غنديروا لكم واحد الفيديو انا وياها. هي تحطو في الانستغرام، انا نحطو في اليوتيوب بطبيعه الحال. المهم غدير ليا الميكاب البنات، انا راه ما عنديش مع داك الميكاب الثقيل، كيعجبني داك الشيء خفيف، الا كاع درت شي حاجه كندير اي لاينر وشي لوينات خفاف، ولا كتصحح ليا الشج، حاقراني لا تفكرت داك الفيديو ديال اي لاينر. المهم البنات ضروري شويه الضحك، شويه هذا باش يدوز النهار زوين وضحك. الطوموبيل ما عرفت مالها معانا، يلاه كما نسجلوا فيديو كتسكت كتشعل بوحدها، كتعاود تسكت كتعاود تشعل، ماشي مشكل. حتى هي فرحانه معانا فاش سالها هاد الحجر الصحي ولات خدامه. المهم البنات ما بقيتش عاقله فين خليتها انا، نهبس الفيديو هنا حتى نوصل فين غدا وغنقول لكم. ما قلتش لكم راني غدا لايكيا البنات، بغيت نشوف الجديد اللي فيها، وخاصني واحد البلاكار، وخاصني شي لعيبات للدار. قلت قبل من العيد ما حد تحيد الحجر الصحي، ويعني واخا كيكون الصف كيدخلوا بربعه بربعه ولا بسته، ما عرفتش انا باقي ما مشيتش، ما عارفاش الجو تما كيف داير. المهم انا فاش غنوصل غنصور لكم، ولكن خاصني حوايج ضروريين من تما، داكشي علاش قررنا اليوم اننا نمشيو ناخذ داكشي اللي خاصنا. عاوتاني انتم كنهضر معكم بواحد اجي علاش. والله يوصلنا على وصلنا لإيكيا. المهم خاصنا نمشيو باش نشدو الصف. عرفتو البنات الحرارة بزاف، عرفتي راه صار شحال كاينة اليوم في الحرارة؟ 26 الموت 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 ديال الصهد البنات، وحق الله. إيوا نخليكم. المهم دخلوا غتساراو معايا غدورو، ما نخلي بكم تقد. كاع البنات اللي كاينين في الحجر الصحي ان شاء الله غيدورو مزيان معايا اليوم. البنات انا دابا رجعت دخلت الايكيا، ها على الجيت، جيت على هاد البلاكارات. اش كيقولوا لهم مسار الطاليانيه؟ اشنا هي؟
تريلين صافي. المهم انا ما عرفتش كيقولوهم بالطاليانية داكشي علاش قلت لكم بلاكارات. المهم جباتنا هادي ولكن ماشي في هاد اللون. وكيقولوا لها حتى فيترينا. المهم عجبتني انا وساره الصراحه، هي كتختار معايا ديب وكنختار معاها. عجبتنا هادي ولكن ماشي في هاد اللون، فيها كنت بغيتها في البيض وقالوا لي كاين الباج وهاد اللون صافي. ايوا صافي خديت الباج، ولكن الباج اللي داير بحال هكا تقريبا. المهم حتى ناخذها ونركبها ونديها للدار، وديك الساعه غتشوفوها مزيان. كاين شكيلات اخرين ولكن انا يا عجباتني هذيك كتبان عاطيه اللاي زيزو. وانتيا وصيتيني على هذوك العيبات شي الا جيتي لهاد البلاصه ديال هادو فين كاينين لافابوات ودوك العيبات غتلقايهم هنايا. هادو اللي كتفرشي الماء شيم. المهم زيزو راه ما نسيتكش، انا كنقولها في الفيديو. المهم تلقايها في هاد البلاصه وتقدري تلقايها في بلاصه اخرى. المهم فكرتيني نتا انا غناخذ جوجات البنات. المهم جيت للبلاصه هادو، راه كتشوفوا بحال هادي اللي عندي، ها هي راه دايره 6 اورو وداك القاعد الخضر هو اللي كنت كناخذ، ها هو كيبان لكم الفوق. المهم راه جيت خديته عاوتاني من هنايا، الدنيا هي تبان لكم كيف دايره، كلشي داير الماسكيرينه ديالو اللي قالت داكشي علاش ما كنصورش لكم على خاطري. ولكن ماشي مشكل، ماشي خساره في الحباب والصحاب والناس العزاز اللي يعني عزاز على قلبي، ما عنديش مشكل. بنات هادو راه زوينين، هادو راه منظمات كديروا فيهم الطبيصلات ديالكم وكتحطوهم في البلاكار بحال هكا، راه دايره غير شي 50 سنت. واو مع الناس ديال الغوز اللي كيعجب عليهم، اللي كيعجبهم داك الشيء غوز. البنات بغيت نوريكم واحد الطباصل كنت خديتهم من عندهم الصح والعمل، وهما اللي كتشوفوني ديما كنحط فيهم. فينا هما بنات كاع اللي سولوني على دوك الطبيصلات اللي عندي هما هذا. البنات ها هو كيكون باك بحال هكا، هاد الكبار المربعين 6 وفيه هاد الغارقين 6 وفيه هاد المربعين الصغار 6، والثمن ديالو ها انتما كتشوفوا البنات 40 اورو، ولكن الصح والعمال والزوينين في الحطه راه هما فاش كنحط ديما. كاين هاد البلا تا هو دايرين لي 45 اورو، ولكن بصح البنات راه ما كتقدوش تهزوهم، يعني تقال صافي. وكاينين فهاد السيل اللي داير، ولكن انا من عجبني داك السيل هكاك مربع زوين. هاي هادي ما عرفتش شكون هي اللي هرساتو.
ما عاودتش ليكم، عييت 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 ديال بصح والله سارة راه جاهزة. المهم جيت لهنا كنتسنى باش ناخذ فيترينا اللي خديت، يلا غيجيبوها ليا من الستوك. المهم داكشي اللي تقدينا ماشي غير ديالي بوحدي، المهم انا وصاحبتي خدينا شي لعيبات. ايوا واقفين كنتسناو احنا كي وليت تزنقت. واو بنات الشيب، شكون ما كتسوقش الشيب الا طلع ليها؟ بنات انا والله ما على بالي طالعين لي هذوك الشيبات من شحال هذا وما على باليش بهم وخليتهم وما كنفكرش انني زعما نصبغ شعري، ما عرفتش علاش. كاين اللي سبغتو نقدر نصبغو غير من هنا لتحت. ولكن البنات تنشارك معكم واحد الشامبوان، فكروني في لي كومونتير ولا في الانستغرام، فكروني نشارك معكم واحد الشامبوان خطير خطير خطير. واحد الشامبو واحد الرشاشه والفانيد اللي كيتكال كي